قدامي انا بس شاشة جديدة. فيلمين حاليا. هاي كلاس نسميها responsive test extend stateless widget. وين عمل له هيك return scaffold هاي scaffold alpha وهاي title نسميه هاي text نسميه responsive design وهي هنا الودي بدي اعمل له بس هنا كونتينر هاي كونتينر اللي هو الهاي بتاعها مثلا 200 خلينا نسوي 300 والويد بتاعها 200 وهي الكذا بتاعها شايف بيها نيجي هنا أول أول نشتغل تطبيق شغلية صفحة عادية مجرد فيها كونتينر لو احنا شغلنا مثلا هاي الجوال تاعي هاي الشاشة هاي اللي هو الطول تاع هاي الارتفاع هاي عرض تاع هاي الشكل الواجهة تاعته لأن لو اجينا بس احنا عملنا ايش حركة بس عملنا هيك هل الشكل اللي هو هذا الويدجت او هذه المنطقة الحمراء كانت نفس مكانة الشاشة عمودية لما كانت عمودية ترى ايش كان ماخذ ماخذ اللي هو تقريبا اللي هو نص عرض الشاشة وما اخذ تقول ثلث ارتفاع الشاشة هاي خلينا نعملها مثلا 400 هاي ما اخذ ايش نص ارتفاع الشاشة ونص عرضه لو عملت هيك صار ما اخذ كل ارتفاع الشاشة ويمكن ربع عرضها ليش لانه الان هذا القيم اللي فيها قيم ابسوليوت او قيم مطلقة ما بيتم اللي هو تحديثها دائما ايش مكان اللي هو الشاشة او الموبايل اللي بشكل التطبيق تاعي دائما هذه الكونتينر ماخذة هاي 400 او 200 تمام طب كيف بدي اخلي الموضوع ريسبونسيف انه بدل ما انا بدي اقول له مثلا خذي نص ارتفاع الشاشة ونص الويد تاع الشاشة ايا كانت نوعها كيف بالنسب بس كيف بدي اعمل كيف بدي اجيب السايز تاع الشاشه زهين لما اخذنا موضوع الانهيرتد ويدجت في النافيجيتور قلنا ايامها في عندي اكثر من انهيرتد ويدجت داخل الفلتر قلنا النافيجيتور قلنا ميديا كويري وقلنا في كمان الثيم وفي غيرهم كثير فقلنا زي ما تخيل برضو انه هذه اول نقطه حكيناها عشان شويه نراجع اشياء اللي اخذناها قلنا اول حاجه الانهيرتد ويدجت هي عبارة عن كلاس أو ويدجت بقدر أصله من أي مكان في التطبيق تاعي بدون ما أضطر أعمل منه أوبجكت جديد هاي أول نقطة والنقطة الثانية كمان قلنا إنه هذه الانهيرتد ويدجت موجودة داخل الماتيريال أب عشان هيك إذا متذكرين إنه أنا إجيت هنا شلت الماتيريال أب وعملت ريفرش هيطلع على طول اكسبشن يقول لي هنا نو ميديا كويري ويدجت ان سيكتور فاوند بقول لي هذه الميديا كويري هي للتول او الانهيرتد ويدجت المسؤوله عن حسابات ابعاد الشاشه مش قلنا لما كنا ناخذ اول شيء في فلتر قلنا التطبيق عشان يقدر يعرض حاله قدامكم في الشاشه لازم اول حاجه يعرف ايش ابعاد الشاشه عشان يقدر يوصل حاله فالميديا كويري هي التول اللي بيستخدمها الفلتر عشان يعرف ابعاد الشاشه رجع اللي هو الميديا كويري ماتيريال اب هو الاكسبشن اللي صار انه الميديا كويري موجود داخل الماتيريال اب طيب
عندي الآن عشان أصل للميديا كويري هذه طلقي في الصيغة تعالي ميديا كويري دوت أوف كونتكست. إيش بذكرنا هذا؟ في النافيجيتور نافيجيتور دوت أوف كونتكست كان دوت. هذا الميديا كويري فيها كثير أتريبيوت، منها إيش هنا؟ سايز. السايز هو السايز تاع مين؟ تاع الشاشة. الحجم خلناه في الرياضيات ايش بيساوي؟ او المساحة طول في العرض. السايز هنا بيمثل الطول في العرض المساحة. دوت هاي بجيب لي ايش؟ هاي الهاي وهي الود. لو قلتوا الهاي بيساوي الهاي تقسيم اثنين، ايش يعني؟ نص ارتفاع الشاشة. قلت كام مرة الميديا كويري دوت اوف كونتكت دوت سايز، هذه ايش هيجيب لي؟ مساحه الشاشه. دوت هاي هيجيب لي ارتفاع الشاشه تاعتي. تقسيم اثنين قلت له الهاي تاع الكونتينر بيساوي نص ارتفاع الشاشه ايا كان حجمها. لو كان ماخذ ايباد هياخذ نص ارتفاع، لو كان ايفون نص ارتفاع، لو كان ساعه ابل ووتش او ساعه اللي هو سمارت ووتش هيكون نص برضو ارتفاع. والويد هاي نفس القصة، هذا بقوله هنا سايز بس دوت ويد تقسيم اثنين. نعمل سيف او ريفرش. اي في حالة اللي البورتريت ما اختلفش عندي حاجة، اصلا بالاساس كنت ماخذ نص ارتفاع الشاشة. طالب انا اللي بدي اجي اعمله في اللاندسكيب ايش صار؟ باخذ نفس القصة، اخذ اللي هو ارتفاع هذا الكونتينر هو نص ارتفاع الشاشة، والويد تاعها هو نص الويد تاع كل الشاشة تاعتها. وليش اخذ؟ ليش مبين انه الشاشة بتنحسب مع مين؟ مع الابار كمان، عشان الابار من كل موضوع كنترول سيف. هاي ايش؟ هاي كل الشاشة تاعتي. هاي ارتفاع الويدجت هي نص ارتفاع مين؟ الشاشة اللي عندي. ايش رايكم؟ فهي استدت انا اقدر انه انا اصل لارتفاع الشاشة من خلال او ابعاد الشاشة من خلال الميديا كوير. هاي بس انا بقول لكم نشوف كيف هنا نقول له هنا مثلا هاي السنتر شايت عبارة عن elevated button. هاي مثلا text مثلا هنا print screen. يعني نقول له مثلا هنا log هاي media query dot of context dot size dot high dot string ونفسه زي ما صار هنا هو the screen high is سخر the screen width is على ضغط على زر الجيتر هي بعد شاشتي انا قاعد الجوال تاعي. هي قال لي انت شاشتك طولها 800 تقريبا 35 بكسل وعرضها 392 بكسل. هي قدرت اني اجيب الويدث والهاي تاع شاشتي من خلال الميديا كويري. ايش رايكم؟ واضح ولا مش واضح؟ واضح؟ طيب ممكن يجيك مثلا سؤال انه اذا كان اللي هو عرض الشاشة اقل من 300 من 400 بكسل اعرض لي صفحة اثنين، اعرض لي صفحتين واحدة ظاهرة واحدة في دروبر.
هي كمان مرة هي اكتبها هنا وصل لأن نفس التطبيق اللي خدناه محاضرة اللي فاتت موضوع اللي هو مين خلينا نطبق على السكرين نفسه اللي هو كانت اسمها مين ستريم هاي الشاشة اللي عملناها محاضرة اللي فاتت بدنا إذا كان هذا بدي أخفيه شوية جيتا بدي أعمل دراور إذا كان التطبيق بيشتغل على جوال عرضه أقل من 400 بكسل فعمل لي هنا دراور واكتب فيه اللي هو go to all task go to complete task go to incomplete task إذا كان عرض التطبيق أكثر من 400 بكسل في مساحة كافية قسم لي الشاشة نصين نص اللي يكون فيها القائمة go to screen go to all task go to all الأشياء والنص الثاني فيه تاسكات تالي واضح ايش بحكي عندنا في كاميرا في البينتر اذا كان الجوال تاعي صغير يعرض لي التاسكات تاعتي تمام ويعرض لي فوق هنا الدراور لما اضغط عليه هيظهر لي شاشة تانية تمام مكتوب فيها هنا مثلا ايش go to all tasks لو go to complete task وهنا go to incomplete task بينما لو كانت الشاشة شوية كبيرة تمام فيش داعي للدراور الشاشة نفسها قسمها لقسمين القسم الأول يحط فيها اللي هو الوج التاسكات تاعتي والشاشة الثانية هنا يحط اللي فيها المين اللي هو go to all go to complete و go to incomplete واضح المطلوب؟ كيف ببدأ فيه؟ واضح مش مطلوب؟ كيف؟ تمام اذا هلقيت ايش بقول له هنا روح على المين تاسك سكرين هنا هي البلد هاي السكافولد تمام خلينا نعمل له هنا ايش تو ويدجتس تمام مش سهل عليكم ليش انا اخش كود معقد بدي اعمل له ايش اللي هو هنا كلاسين هاي بدي اعمل له هنا نيو فولدر سمي ريسبونسيف ديزاين اعمل فيه شاشتين شاشه خليها فور سمول سكرينز شاشه ثانيه اسمها لارج سكرينز تمام هذا تصميمين تصميم للسمول تصميم للارج السمول اقول له هنا هي كلاس small screen extend stateless widget وهنا اقول له يعمل لي overriding وهي return scaffold تمام وهي appar title text وين هاي البودي عبارة عن مين نفس نأخذ من المين نغش منها اللي هو سكافولد نفس زي ما هو نروح على السمول هاي السكافولد تاعي نعمل امبورت لكل هذه الشغلات تمام خلينا ايش نعمل هون بس شويه خلاص كيف قلت هنا لو كونتينر
خلي يدك الصايب تحصل هاي الشايلد اللي هو التكست هاي اللي هو سكرين بادي هاي عندي في السكافولد هاي الدروبر هاي نعتبر هذه ايش هي سمول هاي فيها سنتر تكست هنا وفي دروبر لها تمام وحتى الدروبر عشان يوضح عندنا الموضوع هاي هنقول له تشايلد عبارة عن كولم children عبارة عن user بس account name هاي text هاي name هاي account email text هاي email اي حاجة يعني بس ايش يعني لو بدي اجي اطبق الموضوع على التطبيق الحالي ياخذ وقت فيش معنى وقت للمحاضرة يعني ناخذ مثال بسيط ونعطيكم assignment على الموضوع تطبقوه على على كل الاشي الرئيسي برفع الكود المرفوع على فكرة مرفوع على على الجيت هاب هاي عندي نفس القصة small screen copy بتروح على اللارج بس من اللارج مش هيكون في عندي ايش مش هيكون في عندي دروبر صحيح هاي بدل الدروبر هذا كويته بدي اشيله واروح على السكافولد اقول له في عندي ايش هنا اعمل له رو الرو هذا في عندي عنصرين اكسباندد هذا اكسباندد صح هاي اكسباندد في كولم مثلا وهي كولم اليوزر هذا والثاني في برضو كمان اكسباندد إذا صار عندنا تصميمين التصميم الأول اللي هو تصميم لسمول سكرين في اللي هو هاي بالسنتر في فقط في البادي تكست اسمه سكرين بادي وفي دراور الدراور هذا بس إيش هاي أنا بدي أجي اللي هو أفرجيكم بس إيش الفرق بين التنين هاي فيلمين بدخل لهم أنفذ لي سمول سكرين هاي السمول سكرين هي في عندي سكرين سكرين بادي وهنا لو ضغطت عليه في هنا ايش دروبر فاضي هي عندي انا فتحكم اللارج سكرين هنا ما فيش دروبر في بس ايش هنا شاشات قسمت لقسمين قسم في هاي اللي هو الدروبر تاعي اللي كان مخبى قبل شوية والنص الثاني ايش في سكرين بادي هيك بيطلع احسن شو رايش نصه انا ضل عندي الخطوه الاخيره كيف اتحكم كيف اخليه يتحكم في الموضوع اقول له اذا كان الشاشه اقل من كذا يظهر لي الشاشه الفلانيه واذا كان مش اكثر من كذا يعني اتحكم بين ايش هو الشاشه المعروضه نرجع هنا للمين سكرين هنا في المين تاسك سكرين ايش بدي اقول له هنا بدي اقول اللخمه هذه هي بدي اعمل مؤقتا بدي اعمل هذا كليته كومنت لحظة شوي اسف قصدي فشل على ريسبونس ماشي برضه فكرة هاي فيلمين هنا الريتر بدل كل الكلام هذا اشيله ونشوف للميديا كويري دوت اوف dot of context dot size dot width شوف لي أكثر من 400 بكسل إذا كان أكثر من بكسل رجع لي اللارج سكرين إذا كان مش أكثر من 400 رجع لي السمول سكرين شوف أجيتها نعمل ريفرش التطبيق كليته طلعوا في حالة انه العرض صغير ايش اضر لي هنا؟ الدراور لو خليت العرض اكبر
راح للدولابة. صار إيش بنظهر لهنا؟ اللي هو شاشة اللارج. هي أصبح أتحكم في التطبيق تاعي إذا كان هو مين التصميم المعروض من خلال تحديد مين اللارج اللي هو الهاي أو الويد تاع الشاشة. وفي النهاية كل مرة أنا بعمل اللي هو روتيشن الشاشة، وش بيعمل؟ بعمل ريبيلد لكل التطبيق تاعي. أن أنت في الفلتر كل ما تعمل دوران تدور الشاشة بيعمل ريبيلد لكل التطبيق. هذه أول ميثود ريسبونسيف. في أشياء تانية أسهل. هذه أول ميثود ريسبونسيف. أحيانا لو كان في عندك في من الزبون بعث لك إكزي للآيباد مختلف عن الآيفون، بتعمل تصميمين لكل شاشة. أنت تضطر تعملين. هذه مقدمة كانت على موضوع ريسبونسيف. هل في أي سؤال؟ المحاضرة جاية أخذ تتميع على الموضوع، مش هنأخذ يعني غالبا حاجة جديدة. نعمل اللي هو حفظ.